السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي متابعين قناة اشتغل أونلاين. النهاردة هنكمل شرح إعدادات صفحة الفيسبوك. إحنا كنا انتهينا من قائمة حول، هنكمل بقى بقية الإعدادات. هي الصفحة جاهزة وأنا حطيت فيها كام بوست علشان ننشط الصفحة شوية. هنيجي هنا على قائمة إعدادات من فوق اللي بتبقى موجودة في البار بتاع الفيسبوك، نضغط على إعدادات، هتفتح لنا كل الإعدادات أو الأوبشن بتاع الصفحة بتاعتنا. هنيجي على القائمة الأولانية، قائمة عام، هنلاقي هنا رؤية الصفحة. لو ضغطنا عليها هيفتح لنا نشر الصفحة أو إلغاء نشر الصفحة. في ناس بتبقى عاملة البيج بتاعتها وبتبقى فاضية زي بتاعتنا كده، وبيبتدي هو يعمل ابديت عليها وبعدين يعمل لها نشر، فهو بيختار تم إلغاء النشر مؤقتا وبعدين بيعمل لها نشر من هنا لو انت عايز الصفحة تظهر للناس او ما تظهرش للناس. التاب اللي بعد كده بنلاقي منشورات الزوار، لو ضغطنا عليها هيقول لنا هنا السماح للناس اللي بتزور الصفحة ان هم ينشروا منشورات جوه الصفحة بتاعتك ولا تعطيل منشورات اخرين على الصفحة. طبعا لو الصفحة بتاعتنا ليها علاقة بالشغل بتاعنا احنا ما بنسمحش لأي حد ان هو يشير في الصفحة غيرنا او الناس اللي هي بتبقى مسؤولة عن البيج بتاعتنا. هنيجي على التاب اللي بعد كده ونقول جمهور اخر الاخبار وامكانية رؤية المنشورات. طبعا بنعمل لها سماح برضو عشان الناس تشوف اخر الابديتس بتاعتنا واخر البوست اللي محطوطة عشان يبقى فيه متابعين لينا بشكل مستمر. بنخش على التاب اللي بعد كده مشاركة القصص والمنشورات، بنعملها سماح بالمشاركة لان احنا لو عندنا منتجات او عندنا عروض فبنحتاج ان الناس تشير الحاجات دي مع ناس تانية عشان نزود عدد الترافيك وعدد الناس جوه الصفحة، فاحنا بنسمح للناس بمشاركة القصص. هنا بيقول لك السماح للأشخاص بمشاركة منشورات ومناسبات الصفحة، دي حاجة برضو بتساعدنا ان احنا نجيب عملاء جداد. السماح للأشخاص بمشاركة قصة الصفحة ده برضو بيساعدنا كويس جدا. هنا لو عايزين نعطل مشاركات القصص اللي هي الستوري بتاعة الفيسبوك او عايزين نعطل اي حاجة من دول بنشيل من عليها العلامة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، لو ضغطنا هتتشال ونعمل حفظ تغييرات، بس احنا بنخليها لان ده بيزود عدد ظهور الصفحة في اماكن مختلفة على الفيسبوك. بنيجي بعد كده على الرسائل، بيقول لك لازم تعلم على المكان ده عشان الناس لما تيجي تدخل على الصفحة بتاعتك تشوف الزر اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات يبقى موجود على الصفحة. ولو جينا مثلا على الصفحة بتاعتنا فتحناها كده هنلاقي عندنا الزر بتاع ارسال رسالة موجود هنا. زر الرسائل بيمكننا ان احنا الناس تبعت لنا رسائل على الصفحة. هنيجي على التاب اللي بعد كده القدرة على الاشارة، السماح للاخرين بالاشارة الى الصور ومقاطع الفيديو. دي الخانة دي يعني زي منشن، الناس تعمل منشن على البوستات بتاعتنا لناس تانية، يعني لو حد بيتفرج على البوست ممكن يعمل منشن بواسطة كوبون ديسكاونت لأي حد. ودي يعني احنا بنفعلها برضو عشان بتساعدنا برضو في التسويق. هنيجي على إشارة الآخرين إلى الصفحة، لو حد تاني مش عندك في الصفحة وعايز يعمل منشن لكوبون ديسكاونت أو لاسم البيج بتاعتك سواء على الفيسبوك أو على الانستجرام، لو انت رابط الاكونت بتاع الفيسبوك باكونت الانستجرام هنا هيظهر لك العلامة دي وتقدر تفعلها وتعمل اشارة او الناس تعمل منشن لكوبون ديسكاونت عشان برضو يساعدنا في ان ناس كتير تخش على الصفحة. هنيجي على التاب اللي بعد كده تقييد البلدان، لو انت مثلا شغال في مصر فانت بتقدر من هنا تدخل كلمة مصر او بلد مصر زي ما انتم شايفين، هتختار البلاد اللي انت عايز الصفحة بتاعتك تظهر فيها. وهنا عندك تابين بتقدر تعلم اظهار هذه الصفحة فقط للمشاهدين في الدول دي بس،
ولا إخفاء الصفحة من الدول دي بس. فاحنا طبعا على حسب الصفحة بتاعتنا بتاعت ايه، يعني مثال الكوبون ديسكاونت اللي احنا واخدينه مثلا بيبقى فيه عروض عندنا لماركتات او مواقع موجودة في السعودية او في الامارات او في الكويت، فاحنا بنبقى سايبين حاطين الدول هنا عشان الصفحة بتاعتنا تظهر في الاماكن دي. لكن لو انت المشروع بتاعك او الماركت بتاعك بيظهر في دولة واحدة، بتقدر تكتب اسم الدولة هنا. لو انت مثلا موجود في القاهرة او موجود في السعودية، بتقدر تحط اسم الدولة عشان الصفحة بتاعتك تظهر في الدولة دي بس، وتبقى عامل كلوز على العملاء بتوعك اللي انت بتستهدفه. القيود على العمر، بتقدر برضو تختار العمر بتاع الناس اللي عايز الصفحة بتاعتك تظهر لهم، سواء من 17 سنة وما فوق ولا 21 سنة وما فوق، على حسب طبعا المنتجات وعلى حسب الحاجة اللي انت بتقدمها في الموقع بتاعك او في صفحة الفيسبوك. انت بتقدر تحدد عمر العملاء او الناس اللي هتشوف الصفحة بتاعتك. الإشراف على الصفحة، لم يتم حظر أي كلمات من الصفحة. هنا بتقدر تحط ملف، ترفع ملف على الصفحة فيه كل الكلمات اللي انت لو أي حد كتبها في الكومنتات أو في الرسائل، بتقدر ان انت تعمل له حظر والكلمة دي ما تظهرش بشكل اوتوماتيك. يعني لو حد هيقول ألفاظ انت مش عايزها تظهر في الكومنتات، او حد هيسأل على حاجة انت شايف ان هي كلمة بتضايق الناس، فانت بتقدر تدخلها هنا وتعمل لها إضافة، او بتحمل ملف موجود فيه كل الكلمات دي وتعمل حفظ التغييرات، وبتقدر تعمل زي بان للحاجات دي ان هي ما تظهرش على الصفحة بشكل يعني مؤقت. هندخل على التاب اللي بعد كده، فلتر الكلمات البذيئة، وده طبعا بيبقى بشكل اوتوماتيك من الفيسبوك. هو انت بتقدر تحدد من هنا مستوى الخدمة انت عايزها الفيسبوك يكنترول على الصفحة بتاعتك بشكل متوسط ولا بشكل قوي. هو بيبقى عنده لستة بيقدر يعمل لها يعني كنترول بشكل اوتوماتيك، وانت طبعا بتختار القوة بتاعت الكنترول بتاعته سواء متوسط او قوي على حسب ما انت عايز الفيسبوك يعمل كنترول على الكلمات البذيئة عندك. طبعا انت لو انت عندك حد مسؤول في الصفحة وحد قاعد بيتابع المنشورات ويتابع الكومنتات والكلام ده، بتقدر تخليها على متوقف التشغيل، لان هو المودريتور او اللي شغال معاك في الصفحة بيقدر يعمل لها يعمل كنترول على البوست او على الكومنتات بتاعت الجست عادي جدا. يعني التاب اللي بعد كده عندنا اقتراحات الصفحات المشابهة، بيبقى موجود عندنا في الصفحة بتاعت الفيسبوك على اليمين او على الشمال، بتلاقي فيه صفحات ظاهرة، صفحات مشابهة للنشاط اللي انت بتقدمه، ودي بتبقى اقتراحات انت بتظهر عند ناس وفي ناس بتظهر عندك في الصفحة. انا بفضل ان انت تخليها، لان انت برضو ده بيساعد على انتشار الصفحة بتاعتك. تحديثات الصفحة، بنلاقي عندنا مثلا في صفحة كوبونز ديسكاونت احنا عملنا كام تعديل من بداية الصفحة، سواء حطينا الكفر، حطينا رقم التليفون، غيرنا اي تعديل. بتلاقي هنا الفيسبوك بيقول قامت صفحة كذا كذا بتحديث عنوان موقعها على الويب، تم تحديث ساعات العمل على كوبون ديسكاونت، أصبح إرسال رسالة على كوبون ديسكاونت أكثر سهولة. دي اللي هي الأوبشن بتاعها بتاع تحديثات الصفحة. أنت بفضل يعني إن احنا نقفله، لأنه هو طبعا بيبقى مزعج جدا على الصفحة. هو بيقوم بشكل أوتوماتيك بنشر التحديثات اللي أنت بتعملها، وده بيضايق ناس كتير. يعني هنلاقي هنا التاب اللي بعد كده نشر بلغات متعددة، بمعنى ان انت مثلا لو شغال في السياحة وعندك الصفحة بتاعتك بتارجت عملاء بلغات معينة، فانا مثلا روسي او انا انجليزي او انا الماني على حسب اللغة بتاعتي، ممكن اشوف التاب بتاع ترانسليت او اوتو ترانسليت تحت الديسكريبشن بتاع البوست بتاعي.
لكن لو انا مش مفعلها كده دي مش هتظهر، يعني التاب بتاع الترانسليشن مش هيظهر للعملاء. فبرضو لو انت بتترجت عملاء بلغات معينة بتفعلها، لو ما بتترجتش ما بتفعلهاش. هنيجي على الترجمة الآلية في التاب اللي بعد كده. الترجمة الآلية دي طبعا في ناس بتستخدم الفيسبوك بالانجليش وفي ناس بتستخدمه بالعربي. فهو في حالة ان هو يفتح الفيسبوك بتاعه ويدخل على الصفحة بتاعتك وهو بالانجليش وانت صفحتك بالعربي، هتترجم لوحدها اوتوماتيك، هتبقى قدامه بالانجليش. لو انت بالعربي والصفحة بالانجليش بتلاقيها فتحت معاك اوتوماتيك باللغة بتاعة الفيسبوك بتاعك. دي اللي هو الترجمة الآلية للمنشورات. هنيجي على التاب اللي بعد كده، نلاقي تصنيف التعليقات. ده التاب دي بتعمل زي كنترول على التعليقات، هو لوحده بيعرض التعليقات اللي هي ملائمة او اللي عليها يعني تفاعل كبير، فهي دي التعليقات اللي بتظهر، والتعليقات اللي هي مش ملائمة لوحده هو بيحجبها وما بتخليهاش تظهر معانا في الصفحة بتاعتنا. بنيجي على التاب اللي بعد كده، توزيع المحتوى. هنا طبعا بتقدر تعمل زي بان او كنترول على الحاجة بتاعتك، سواء فيديوهات او صور او اي حاجة في المحتوى بتاع الصفحة بتاعتك عشان تحافظ على حقوق الملكية. بتضغط على اللينك ده عشان يمنع اي حد يقدر ينزل او يعمل داونلود للفيديو او للصفحة، المحتوى الصفحة. ولو خد الحاجة من عندك ونشرها عنده على الصفحة بتاعته، الفيسبوك بيقدر يعمل كنترول عليها ويقول له سياسة حقوق الملكية ان الحاجة دي مش بتاعتك. انا بفضل برضو لو انت بتصور حاجتك ومنتجاتك وشغال فعلا وتعبان في الماتيريال بتاعك، ان انت تفعل منع التنزيل عشان تحافظ على الحاجة او الصور والماتيريال بتاعك على الفيسبوك، وبتعمل حفظ تغييرات. هنيجي على التاب اللي بعد كده، تنزيل الصفحة. تنزيل الصفحة دي انت بتقدر تعمل داونلود لكل محتوى الصفحة بتاعتك من صور وبوستات وأعضاء وكل حاجة. بنيجي على الصفحة، على التاب اللي بعد كده، دمج الصفحات. لو انت عندك صفحة بنفس الاسم وعايز تعمل دمج لصفحتين مع بعض، لو هما متشابهين في الكاتيجوري ومتشابهين في كل الاوبشن بتاعهم، بتقدر تعمل دمج للصفحة بتاعتك المتكررة وهو بيعمل لهم دمج ويخليهم في صفحة واحدة بس، لو هما بنفس المواصفات ونفس الاسم. ازالة الصفحة، بنيجي طبعا على ازالة. لو احنا عايزين نمسح الصفحة بتاعتنا او نحذفها من على الفيسبوك، بنيجي نضغط على حذف الصفحة، وبيديك طبعا 14 يوم ان انت دي فترة السماح. لو ما قمتش بأي تغيير، هو لوحده بيمسح الصفحة بتاعتك. ودي كانت كل الشرح بتاع قائمة عام. معلومات الصفحة احنا اخدناها مع بعض قبل كده في قسم الوصف او اباوت اللي هو في الفيديو الاولاني. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على المراسلات. اشوفكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.